أصدقائي، هاتف سامسونج جالكسي فليب 3 ظل هاتفي الأساسي لفترة طويلة، والآن معي النسخة الحديثة اللي هو هاتف سامسونج جالكسي زي فليب 4. هل راح يكون هاتفي الأساسي أو لا؟ وشو أهم التغييرات، مواصفات، وكل شيء حاب تعرفه عن هذا الهاتف الجميل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو لنحكي عن هذا الهاتف الجميل والمتميز، واللي فعلا إذا حاب تتميز بناحية الشكل وشيء خفيف ولطيف يكون بجيبتك مباشرة هو هذا خيارك اللي ما في غيره يعني بصراحة. طيب شو قصة هذا الهاتف اللي بيجي بهاي البوكس الرحيف النحيفة جدا ورفيعة اللي ما فيها أصلا غير كابل الشحن والهاتف؟ هيك خلصنا أنبوكسنج، حط العلبة على جنب. طيب أصدقائي، شو قصة هذا الهاتف؟ بداية خليني أحكي مع بالتصميم، أبدأ بالتصميم وما رح أعيد المواصفات الموجودة أصدقائي، رح أسلط على جانب شوي جديد. أول شيء من ناحية التصميم، الشيء الجديد اللي أنا هون حاسه الحواف صارت مصقولة أكثر، فصارت المسكة أنا عم أشوفها أريح. ثاني شغلة، الانثناء اللي بالنص على السواد وتحت الشمس ما زال يعني واضح، لكن الشغل والتصفح يعني الاستخدام اليومي خف، أنا حاسه أنه فعلا خف. أيضا شيء مهم من ناحية الطول، إذا مهتمين لو نحط الفور والثري جنب بعضهم راح تشوف أنه الفور صار أقصر، والسبب بيعود أنه المفصل نفسه صار أصغر، وهذا شيء بصراحة يعني مهم، لأن عسيرة المفصل الفتح صار شوي أثقل، يعني أنت صرت تحس أنه الآن في مقاومة، وبالتالي راح تعرف أنه هذا الشيء بيفيدنا أنه المفصل راح يصمد أكثر. وصرت أحس التسكيرة هاي فيها حماية أكثر، يعني الربر اللي هون عم بحسه أقوى من اللي كان موجود، فلا تخاف الهاتف حتى لو كانت التذكرة قوية ما رح يصير عليه شيء. أصدقائي، هذا الهاتف بيجي مزود بمعالج سناب دراجون 8 بلس، أقوى معالج سناب دراجون موجود بالسوق، 4 نانومتر، فرح يعطيك أداء رهيب جدا، وفعلا أنا أعطاني أداء جميل جدا بهذا الهاتف، ما عانيت من أي مشاكل، مزود بذواكر 8 جيجا، هذا الشيء بصراحة جميل. المعالج عم بيعطيني سرعة، عم بيعطيني مالتي تاسكينج، بفتح كل التطبيقات مع بعض، عم بلعب بصراحة بدون ارتفاع لدرجات الحرارة، يكون شيء مزعج يعني وملحوظ. سطوع الشاشة يعتبر جيد جدا، بنفس الوقت في ميزة حبيتها انه فيك انت تدخل على الاعدادات وتعمل يعني سطوع شاشة زيادة موجود هذا، فبتفعله بحالة اذا كانت الشمس كثير قوية بيعطيك قوة بالسطوع الزيادة. يعني شاشات سامسونج أصدقائي ما في داعي نضل نحكي عنها، بيقدم لنا تجربة جدا جيدة وغنية بالالوان. هلا صراحة الشاشة نفسها الموجودة بالثري انتقلت لهون، ما في عليها هذيك التغييرات الكبيرة، اصلا شاشة كانت مرضية. حجم الشاشة يعتبر قريب للهواتف الطبيعية اللي ما بتنطوى، لكن طولية اكثر وأنحف، يعني يعتبر مو بعرض الشاشات العادية، لكن بنفس الوقت بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كلها، السوشيال ميديا كله بدون أي مشاكل. وعلى سيرة السوشيال ميديا، أهم شيء بيهمنا بالسوشيال ميديا الكاميرات. أكيد الكاميرات هون أصدقائي صار عليها تحديثات بسيطة لكن ممكن تلاحظها. بداية الكاميرا الأمامية ما عليها أي تحديث، لكن الكاميرات الخلفية صار على الكاميرا الأساسية اللي هي 12 ميجا بيكسل تحديث بنفس الحساس، بزيادة بحجم الحساس، عطتني جمال بتصوير أكثر للأمانة، وبين وين بتصوير الليلي، صار سرعة المعالج صور أكثر، بنفس الوقت صار تعطيني صور أوضح. هاي من الشغلات اللي أنا بشوف عليها تغييرات. تغييرات ثانية صارت أصدقائي على نفس السوفت وير، أشياء مخصصة لنفس هاتف بيكون قابل للطي، هون صرت أشوف في عليها شوية تغييرات زيادة، يعني من ناحية إنه الشاشة تنقسم قسمين ببعض التطبيقات، يعني في عليها شوية تغييرات. الآن الشاشة البرانية نعم صار في عليها تحديثات من ناحية الوصول، هلا بعدها ما بتوصل للنظام كامل، وبتمنى أشوف عن قريب إنها عم توصل للسيستم كامل، يعني كأنه أنت عم تستخدم هاي الشاشة بس بحجم أصغر وخلص، يعني توصل لكل شيء بدك. هلا صار في رد على النوتيفيكيشن اكثر على التنبيهات اللي بتجيك، مو فقط تشوفها. فعلى سبيل المثال انت مثلا شايل الهاتف، دخلت على اجتماع، ما بضلك تفتحه وتسكره، بامكانك تطفي الواي فاي، تشغل الواي فاي، ترفع الصوت، تخفض الصوت، او بدك تفتح الفلاش مباشره من هون تضغط على الفلاش. طبعا حركه جميله من سامسونج، بيعطيك تنبيه انه ما راح يشغل الفلاش فورا. شوف انا لما اشغل الفلاش بحكي لك ما راح اشغل الفلاش فورا حتى ما يطلع سطوع الضوء يزعجك بوجهك، فبس تضغط على الفلاش بيطلب منك انك تضغط على رفع الصوت أو خفض الصوت بيشغل بعديها الفلاش. حركة جميلة حلوة، يعني بحب الأمور أصدقائي البسيطة، يعني هي بتكون أنت مو منتبه لها، سوى تشوفها بتلاقي لها فعلا لها قيمة، يعني فعلا تشغل أنت فلاش يطلع بوجهك، لا شيء حلو. الآن الأمور الثانية الجميلة الموجودة بهذا الهاتف، حكينا مقاومة المياه والغبار ما زالت موجودة، فأنت ما عندك مشكلة بهذا الهاتف
نزلوا على المي يكون الدنيا شتاء امورك تمام. من ناحيه الامن والحمايه هون البصمه ما زالت نفسها على زر الباور، انا بحبها مرتاح عليها، ما عندي فيها اي مشاكل، مجرد انك تلمس هاي البصمه مباشره راح يفتح الهاتف، امر شيء جميل. لان الاشياء المهمه اللي صار ايضا عليها تغيير بهذا الهاتف هو حجم البطاريه. الهاتف ما زاد حجمه اصدقائي، لكن البطاريه استطاعوا يزيدوا حجمها، بالتالي بتعرف انه سامسونج عم تشتغل منيح على هاي الهواتف. ف نحكي هون الحجم البطارية 3700 كان 3200، يعني بنحكي عن 400 ملي أمبير. هلا 400 ملي أمبير يعني المفروض أنها شيء جيد، ليش؟ لأنه أنا شفت بصراحة سكرين أون تايم أعطاني أو الوقت تشغيل الشاشة أعطاني 7 ساعات. هلا على التجربة يعني فيني أحكي لك أنه بين 7 إلى 6، أمر كنت أفتقده بالفليب 3. هذا الأمر ما بيعود لل 400 ميل، حتى ما تحكي لي أنه والله 400 ميل أمبير غيرت، لا، بيعود أيضا لمعالج سناب دراجون الـ 8 Plus Gen 1، برجع بحكي أقوى معالج موجود بالسوق، فرح يعطيك توفير بالطاقة والبطارية زادت، وأيضا زاد سرعة الشحن من 15 صار 25. نعم نستنى إحنا الـ 45 و60، لكن عم نحكي على الحال الموجود، هذا هو تغيير اللي صار. الآن بعض الأشياء اللي أنا يعني متمني أكثر وأكثر أشوفها بهذا الهاتف، بدي سرعة شحن أكثر، كنت حاب نطة بالكاميرا تكون أكثر، يعني نطلع للكاميرات الدقة الأعلى، ما عندي مشكلة إنه كاميرتين بصراحة، بدي وصول بالشاشة أكثر وأكثر للسيستم للنظام، وممكن حتى حجم الشاشة يكبروها أكثر، يعني هي 1.9 ممكن يستفيدوا إنه المساحة السوداء هي كبيرة، فممكن يستغلوها أكثر وبصير مفيدة. طبعا هون برجع بحكي لك أنت طالما عندك يعني ممكن إذا الكاميرا الأمامية ما كثير عاجبيتك، الكاميرات الخلفية بقوتها الموجودة أنت عارف إنه بهاي الشاشة بصير تصور، فيك تصور محتواك اللي بدك إياه أنت، طولي العرض أي شيء بدك يا، رح تحصل على أجمل يعني صور موجودة. الناس اللي بدور على هواتف قابلة للطي كونه ما في منافسة رح يكون هذا أقوى وأفضل هاتف موجود بالسوق. وبصراحة من ناحية القوة عن جد ما في منافسة، مو عم بحكي لأنه هو الهاتف الوحيد حاليا، لأن الألوان الجميلة جماعة أنا عاجبني هذا اللون البيربل بصراحة، أنا اللي طلبته يعني كان فيني أخذ الأسود أو أي لون ثاني، بس هذا اللون عاجبني، فيمكن الناس يشوفوا أنه أكثر بميل للصبايا، بس لا أنا عاجبني. بعد التجربة هل ممكن يكون هذا هاتف الأساسي؟ نعم وبشكل كبير، مع أنه المنافس قوي يعني الاس 22 ألترا المنافس، بس أنا بحب الهاتف يكون بهي الأريحية أنه ينضب بالجيبة بكل سهولة وتمشي فيه. فيعني هاي أهم الأمور أصدقائي اللي ممكن أركز عليها بهذا الهاتف الجميل، وأنا كل سنة عم بعجب فيه أكثر، وبتمنى أشوف التحديثات اللي ذكرتها بالعام القادم. الآن مثل ما بذكر عطول سامسونج عطول جيل الثاني اللي بعده بتغير، فكل جيلين بيكون فيهم تشابهات، لهيك أنا ما تفاجأت وبستغرب من اللي متفاجئ، لأنه على الفليب 5 رح يكون التغيير لك. فننتظر أصدقائي، واللي ما اشترى أبدا يمكن يروح يتوجه ويشتري إذا معه $1000، هذا هو سعر الهاتف حاليا، ممكن يزيد ينقص حسب الدولة وحسب شو الباكج اللي أنت ماخذها كمان، يعني في عروض جيدة سامسونج عم بتقدمها. لليوم هذا كل شيء كان معنا أصدقائي، أي سؤال أي استفسار وعطيني رأيك، بهمني كثير بهذا الهاتف بصندوق تعليقات، وهل حابين تعرفوا أشياء أكثر حركات مخفية وهيك أمور أو لا. كان معكم عبيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.